كيف الحال معك مهند من حمودة للسيارات شيفروليه في ابو ظبي والعين. احنا اتكلمنا عن السياره التاهو ال تي البي اتش اديشن. زي ما حضرتك شايف البي اتش اديشن هي عليها تزويد او تعديل نسخه خاصه من بن حمودة للسيارات فقط. طبعا زي ما حضرتك شايف كمان الشعار بيكون لونه اسود كروم على الشبك، تصفيح بالاسود تحت. هنا ده شكل الرنجات 22 قياسهم مع البريك باز اللي لونه احمر، ده لون السياره. هي لونها ازرق كحلي بيتغير بيدي زي الاسود كده بالليل. طبعا شوف كمان من ورا عشان احنا كان يهمنا موضوع الفور اكزوست او الدول اكزوست على كل زاويه. تمام، من الداخل ده لون الجلد الزعفراني بي اتش اديشن. هنا كمان ده شكل الداشبورد او التابلو مع التلاجة بالفريزر، الشاشة 10 انش، فتحة البانوراما، شاحن سلك للتليفون، والساوند سيستم بيكون من بوز طبعا.